السعودية يحميها ويخليها يحمي بلادها ويحمي بلادها. بهذا الدعاء عبرت هذه الحاجة الجزائرية عن فرحتها لحظة وصولها السعودية. عمرها 130 عاماً وكانت تحلم برؤية الكعبة وأداء مناسك الحج منذ 100 عام. رغبتها تحققت وهي اليوم تعد الأكبر سناً بين الحجاج هذا العام. مكتوب ما وصلنيش، الحمد لله نبكي باش نوصلها، نبكي والحمد لله حتى وصلت الوقت هذا. وصلت يقول لي ربي استني حتى انت كبري وتوصلي الوقت هذا باش تشوف السعودية وتوصل ويكرموك هما وتتكرمي السعودية. الحمد لله على أولادها وعلى أعضاها وعلى رئيسها. حلمتها وشفت المنامة تشوف في روحي، حتى من الحجرات نتاع الهيرة شفتهم في المنام قبل ما نوصل. شفت جامع حمزة قبل ما نوصل، شفت البلاد نتاعها، شفت للا عايشة في ديارها. صاحبة 130 عاماً ظهرت على وجهها مظاهر السعادة رغم إرهاق السفر. الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية كانت في مقدمة استقبالها على الأراضي السعودية، مراعاة لظروفها وعدم قدرتها على المشي. الله يحميها السعودية كي وصلت لهنا، راني فرحانة فرحانة كي وصلت لهنا. إن شاء الله موت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، استغفر الله استغفر الله وشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن شاء الله كي وصلت البقعة هذه.